أحييكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم في حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم. ربما تكون الأزمة الاقتصادية الأكبر عالميا، وربما تشتعل الأوضاع لتصل إلى حرب اقتصادية عالمية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأت بفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية المستوردة والتي يعج بها السوق الأمريكي، ليتبع ترامب سياسة حمائية للنأي باقتصاده الداخلي وتشجيع منتجه وخلق فرص عمل. لكن هذا الأمر له تداعياته على الاقتصاد العالمي والعلاقات الأمريكية الصينية. في هذه الحلقة نتحدث حول هذا الموضوع باستفاضة ونناقش أدق تفاصيله مع الباحث الاقتصادي الأستاذ رجاء الخالدي، منسق البحوث في معهد أبحاث السياسة الاقتصادية ماس. أهلا ومرحبا بك. مساء الخير. ومن القاهرة الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة. مساء الخير. حياتي لحضرتك وأستاذ المشاهدين. أهلا ومرحبا بك. قبل البداية نتوقف مع هذا التقرير للزميل فالح نصير. فالح، بعد ذلك نبدأ الحوار، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. حرب تجارية عالمية على الأبواب، وقد قرع الرئيس الأمريكي طبولها بإعلانه عن رفع نسبة التعرفة الجمركية على البضائع الصينية في خطوة جديدة أثارت استياء الأخيرة لما لها من تداعيات اقتصادية على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، فردت بكين بالمثل واتهمت واشنطن بإطلاق شرارة الحرب التجارية الأوسع نطاقا. الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين دخلت حيز التنفيذ لتعلن بكين بأنها مضطرة للرد، في وقت حذر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ربما تستهدف في نهاية المطاف سلع صينية بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار، أو ما يعادل هذه القيمة الإجمالية للواردات الأمريكية من الصين. الرد الصيني لم يتأخر كثيرا حين وضعت الصين تعريفات جمركية تصل إلى 25% على 128 منتجا أمريكيا لحماية مصالحها التنموية، في ظل ما وصفته بالتنمر الأمريكي في التجارة، وسط تأكيد منها بأن الإجراء الأمريكي يضر بشدة بالإمدادات العالمية وسلاسل القيمة ويحدث اضطرابات في السوق العالمية، وقد أعلنت مضيها في إصلاحاتها الداخلية والانفتاح. رفع التعرفة الجمركية رأى فيه ترامب ازدهارا للعامل الأمريكي ورواجا محليا للمنتجات الأمريكية في الداخل بدلا من بديلاتها الآسيوية والإفريقية، في وقت بدأ فيه خطوات لإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة بين دول أمريكا الشمالية، والتي ترفع العديد من القيود الجمركية بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك. حالة التصعيد مردها فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم، في حين وجه ترامب مدفعيته صوب الصين بفرض رسوم تجارية بقيمة 60 مليار دولار أمريكي ضمت أسماء 1300 نوع من البضائع ستستهدفها الرسوم. الاتحاد الأوروبي عبر عن قلقه من فرض رسوم مضادة بين كل من الولايات المتحدة والصين لما له من أثر سلبي، وقد يدفع بالانزلاق إلى حرب تجارية مدمرة، فضلا عن أن الفوز بها ليس بالأمر السهل، وقد ينعكس هذا الأمر على المشهد الاقتصادي العالمي. لبرنامج ملف اليوم، فالح نصير فالح. شكرا للزميل فالح نصير فالح على هذا التقرير. أستاذ رجا، كيف تقرأ المشهد الاقتصادي والأزمة التي أخذت منحا جديدا في شكل العلاقة الأمريكية الصينية؟ يعني هي حقيقة أزمة سياسية قبل ما تكون أزمة اقتصادية، قد يعني ينسجم ينتج عن هذا الأزمة السياسية أضرار اقتصادية للطرفين ولأطراف أخرى أكيد. لكن بالدرجة الأولى لازم نفهم السياسة التجارية الأمريكية الحالية للإدارة الحالية، وعلى الأقل الرئيس الحالي ومن يطيع. أبرز معالمها يعني إعادة جعل، كما شعاره الانتخابي، إعادة جعل أمريكا عظيمة ثانيا،
نعم. كما قال التقرير حماية العامل الأمريكي وما ما إلى ذلك من شعارات شعبوية اللي حقيقة أتت به السلطة فهي ناجحة في السياق الأمريكي. فبالتالي يعني الحروب التجارية الحالية خلينا نقول الجبهات اللي انفتحت فيها حروب أو معارك في حرب عامة يقودها ترامب شخصيا ضد ليس فقط ضد الصين لكن ضد كندا ومكسيك والاتحاد الأوروبي رغم التراجع كل هذه الجبهات هي جزء من ليس من أزمة وسيلة اقتصادية أو هي وسيلة اقتصادية لكن ليست لأجل معالجة مسائل اقتصادية بقدر ما هي لتلبية التزاماته الانتخابية ولضمان إعادة انتخابه بعد سنتين من نفس القاعدة الانتخابية الأمريكية التي يفترض أنها ستستفيد من هذا الحرب الجمركية حتى الآن ممكن نسميها حتى ليست تجارية قد تصبح في حال عرقلة الاتصالات والعلاقات المواصلات التجارية العالمية قد والأسواق البورصة وغيرها قد تصبح تتحول إلى أزمة تجارية لكن هي حقيقة هي الآن حرب جمركية يخوضها ترامب لأسباب سياسية كما فعل لأسباب سياسية عفوا داخلية وليست خارجية كما فعل في قرار نقل السفارة إلى 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 القدس كما فعل في كل إعادة العلاقات الأمريكية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والناتو. طيب دكتور هشام كيف تقيم الأزمة الحالية وهل يمكن القول أننا على أعتاب حرب اقتصادية عالمية في ضوء ما جرى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ هو الحقيقة في البداية خلينا نؤكد أو نشير على أنه ما يحدث اليوم هو ليس نتاج مجرد خطوات أو قرارات أو إجراءات بسيطة وأيضا تخطى مسألة تغير سياسات. أتصور أنه ما يحدث اليوم من رئيس دونالد ترامب على وجه التحديد هو يغير من الثقافة يغير من الفلسفة يغير من النظام الاقتصادي الأمريكي واقع الأمر أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية وهي رائدة الحرية والرأسمالية على مدار العصور تتجه في الوقت الحالي لمزيد من تقييد حرية التجارة تتجه لمزيد من التقوقع داخليا في الوقت اللي العكس بيحدث على الجانب الآخر على وجه التحديد الصين اللي هي دوما على مدار العقود الماضية كانت رائدة الاشتراكية تتجه لمزيد من تقييد الحرية الاقتصادية تتجه أو تحقق العكس في الواقع. وأتصور أنه ده اللي بالتأكيد نبع من الإدارة الأمريكية. أتصور أنه وإن جاء متأخرا كاعتراف أنه الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت غير قادرة على المنافسة والأكثر أهمية هي غير قادرة على أن تلعب دور قوي في السياسة الخارجية الأمريكية. وأتصور أنه خلال الفترة القادمة سوف نشهد المزيد من التوترات والصراعات ليس فقط فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لكن فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بأكمله لأنه ما يحدث اليوم هو الحقيقة ساعد كثيرا على مزيد من التقارب فيما بين الصين والاتحاد الأوروبي فيما بين الصين ومختلف دول العالم. وما يحدث من تحركات اليوم هو ليس وليد اللحظة ليس وليد الصدفة بل على العكس هو ده الحقيقة اللي بدأت تتحرك عليه الإدارة الصينية منذ عدة سنوات. لو تابعنا حديث الرئيس الصيني في مؤتمرات ديفوس في الأعوام الماضية هنجد أنه الصين تتجه أن تلعب دور أكبر على المستوى الدولي تتجه لأن تتبوأ مكانتها كقائد للإقتصاد العالمي. ليس هذا هو حديث الصين فقط لكن أيضا هو حديث عدد كبير من دول العالم بما فيها منطقة اليورو اللي أصبحت تنادي الصين أن تقود الإقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة. وبالتالي الحقيقة الصين ليست فقط قاب قوسين أو أدنى من أن تحتل المركز الأول الاقتصادي على المستوى العالمي لكن هي بالفعل تتأهب لأن تقود الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة. وبالتالي ما تقوم به حاليا الإدارة الأمريكية
أتصور أنه وإن بالفعل تحقق بعض النتائج الإيجابية داخل الاقتصاد الأمريكي، يعني لو نلاحظ أنه معدلات البطالة تتجه للانخفاض اللي هي وصلت ليه معدلات قياسية خلال الأعوام الماضية، وصلنا ل 4.8%. لو بنتحدث عن سوق التوظيف بدأ يتوسع، لو بنتحدث عن معدل نمو اقتصادي اللي هي بدأنا نتحدث عن معدل يتخطى 3%، بنتكلم 3.1 و3.2%، وهو ده اللي هي اللي أعلنه أو كان بيسعى إليه دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية. وإن كان هذا لم يتحقق فقط بفعل قرارات أو تغير سياسات دونالد ترامب بقدر ما كان أيضا هناك بعض الأمور الداعمة، سواء كان سياسة الفدرالي الأمريكي أو أنه الاقتصاد الأمريكي كان في مرحلة بداية الانتعاش، أيضا الانتعاش أو الارتفاع القياسي في مؤشرات الأسهم الأمريكية، مؤشرات أسواق المال، داو جونز اللي ارتفع بنسبة تخطت 30%، كل دي نتائج إيجابية تحققت داخليا. لكن أتصور أنه ما تنجزه أو ما تحققه الولايات المتحدة في الوقت الحالي في الأجل القصير قد تخسر أكثر منه بكثير في الأجل المتوسط والطويل. سنتحدث بعد قليل كيف ستخسر بالتفصيل، ولكن أستاذ رجاء، الدكتور هشام أكد أننا سوف نشهد في المرحلة المقبلة صراعات بين الولايات المتحدة، وليس فقط مع الصين وإنما مع المجتمع الدولي بأكمله. السؤال المطروح، إن كنت تتوافق مع هذه النظرة إلى الحالة، انعكاسات ذلك إذا ما تم على الاقتصاد العالمي؟ يعني اللي أشار إليه الدكتور بالنسبة لأنه هناك يعني هذا لم يأتي من فراغ، هذه المواقف وهي ترى نتيجة تحول في أمريكا في السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية، لكن ليست برأيي حتمية هذا الشيء. يعني لو لم يكن دونالد ترامب هو الذي يقود الولايات المتحدة في هذه المرحلة، أعتقد أن النهجين اللي تفضل في اللي اشار الها الدكتور، نهج الانزواء والانعزالية في السياسة الامريكية اللي بدأت حقيقة، هذا النهج بدأ في عهد اوباما بسبب كثير اسباب سياسية. هذا النهج صحيح ترامب الى حد ما هو انعزالي وانتخب على هذا الافتراض، لكن ما شهدناه انه ليس انعزالي، هو عدواني، يعني عدواني في كل علاقاته الدولية السياسية والاقتصادية. بالتالي النقطة الثانية اللي أشار إليها الدكتور مهم جدا في موضوع بناء الصين لاقتصاد عالمي وقائد من قادة الاقتصاد، يعني هذا شيء بات حتمي، يعني هذا هو الاتجاه الصين منذ ما تتربى على العرش. لا ليس بالتالي، لا الصين اكيد زيها زي غير من الدول ربما ما عدا امريكا معنية بنظام عالمي متعدد الاطراف متعدد الاقطاب، والمنظمة التجارة العالمية ما يثير الدهشة حقيقة عند الكثير من المراقبين انه امريكا بالاساس قادت خلال 30 سنة بناء منظمة التجارة العالمية كمحفل لتحرير التجارة وللأنظمة والقوانين التجارية متعددة الأطراف، وهو الآن أول ما يضرب بها بعرض الحائط بل أكثر، يعني يهدد فعلا بانهياره. فبالتالي ما يفعله ليست فقط أفعال دفاعية لأمريكا، لكن هو أنا بتقديري يعبر عن تخبط إلى حد ما أو محاولة تصدير ما يقال عن تصدير الحروب الثقافية الأمريكية إلى الخارج، يعني فيما يتعلق بكثير من الأمور بما في ذلك مسائل الطبقة العاملة الأمريكية ومطالبها. طب دكتور هشام، اقتصاديا لماذا جاء فرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة فقط على الصين؟ لأنه بالتأكيد الصين هي التي تغزو السوق الأمريكي بمنتهى السهولة، واقع الأمر أنه المنتجات الصينية اللي هي أصبحت الأكثر تنافسية داخل السوق الأمريكي، هي الأكثر تفضيلا من جانب المواطن الأمريكي. بالتأكيد الميزان التجاري الذي كان يميل بمنتهى القوة لصالح الصين في مواجهة أمريكا، كل ده الحقيقة جعل مزيد من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي وعلى الإدارة الأمريكية. أتصور أنه دونالد ترامب وهو يغير ليس فقط من النظام لكن هو ايضا او السياسه لكن هو يغير من فلسفه الاقتصاد الامريكي، اتصور ان هو يدير هذا الامر كرجل اعمال اكثر مما يديره كرئيس للدوله.
هي المقولة اللي دائما كنا بنتداولها ونطلقها انه السياسة الامريكية هي سياسة تنبع من مؤسسات الدولة. الحقيقة الرئيس دونالد ترامب أصبح يبعث برسالة على النقيض تماما من هذا الأمر. هو يدير الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي كمن يدير مؤسسة أو شركة، والحقيقة ده وإن كان له مكاسب اقتصادية كما أشرت قد تكون في الأجل القصير، إلا أنه مؤكد في الأجل المتوسط والطويل أتصور أنه الاقتصاد الأمريكي قد يخسر الكثير، لأنه دوما مكاسب الاقتصاد الأمريكي كانت تأتي من قدرتها على إدارة المشهد الاقتصادي العالمي. الحقيقة الاقتصاد الأمريكي اللي دائما كان بينظر له بمزيد من الامتنان على مستوى الدولي، بمزيد من النظرة الإيجابية، أصبح المجتمع الدولي كله يتشكك في سياسات الأمريكية، السياسات الاقتصادية الأمريكية، أنها يمكن أن تكون ملجأ وملاذ آمن للعديد من الدول. وبالتالي الدور الأمريكي اللي أتصور أنه كان دور في الأساس هو دور اقتصادي مغلف بسياسي أو دور سياسي مغلف بدور اقتصادي، إلا أنه الولايات المتحدة الأمريكية مؤكد سوف تخسر الكثير خلال الفترة القادمة على المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى السياسي، لأنه أتصور نظرة المجتمع الدولي وأيضا نظرة المواطن في مختلف دول العالم على نظرته للاقتصاد الأمريكي أو نظرته لأمريكا على أنها الدولة الأكثر انفتاحا، الأكثر حرية، الأكثر ديمقراطية، الأكثر نفوذا وتأثيرا في مختلف دول العالم. هذه النظرة أتصور أنها بدأت تتغير فعليا على أرض الواقع، وأتصور أنه تغير نظرة المجتمع الدولي للاقتصاد الأمريكي وللسياسة الأمريكية يمكن أن تنعكس بالسلب على الوضع الاقتصادي الأمريكي في الأجل المتوسط والطويل. في الوقت اللي هذه النظرة أيضا في المقابل فيما يتعلق بالصين، النظرة للصين تتجه لمزيد من النظرة الإيجابية، مزيد من الشعور بأن الصين قادرة على تحمل مسؤولياتها في أن تقود الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة. الصين التي أصبحت تمد يدها للعديد من الدول بما فيها القارة الأفريقية، القارة البكر التي لم يعني دكتور هشام بعد لن مناجمها يعود التي بإمكان من الخيرات. وبالتالي الصين لا تهتم كثيرا بما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي. هي دكتور هشام يعني لم يعد ممكنا للولايات المتحدة الأمريكية أن تصبح منافس قوي دكتور هشام؟ دكتور هل يمكن تلخيص ما تفضلت به أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على المنافسة؟ بالتأكيد أنه الحقيقة البضائع والسلع الصينية اللي الحقيقة أصبحت أكثر جودة، أقل تكلفة، أكثر تفضيلا من جانب المواطن الأمريكي، بالتأكيد أصبحت تحوز على ثقة المواطن الأمريكي، وبالتالي أصبحت هي الأكثر مبيعا في مواجهة السلع الأمريكية. انخفاض قدرة الشركات الأمريكية على البيع والتسويق مؤكد أنه رفع من تكاليف الإنتاج، وبالتالي أصبحت هذه الشركات غير قادرة على المنافسة. سعي الصين الدائم للجودة، سعي الصين الدائم للابتكار، سعي الصين الدائم لمزيد من تخفيض التكلفة بحثا عن اقتصاديات تشغيل أكثر كفاءة، مؤكد أنه ده نجح مع الصين وفشل داخل الشركات الأمريكية. وعشان كده كما عشان أنه رئيس ترامب يدير حاليا الاقتصاد الأمريكي كما يدير شركة خاصة، ينظر فقط لبعد اقتصادي، لكن مسألة التقييم في الأجل المتوسط والطويل، ونحن دائما نتحدث عن أنه إدارة الدول تحتاج للسياسة مثلما تحتاج للاقتصاد، تحتاج للبعد طويل الأمد مثلما تحتاج للبعد متوسط وقصير الأجل. أتصور أنه إدارة دونالد ترامب في الوقت الحالي للاقتصاد الأمريكي هو أشبه بمن يدير شركة قد تكسب في الأجل القصير في إطار سياسة هيت أند ران، اكسب بسرعة، لكن في الأجل المتوسط والطويل أتصور أنه قد يخسر الكثير.
طيب أستاذ رجاء، السؤال المطروح، كيف ستتأثر الصين بالخطوة الأمريكية؟ إلى أي حد هذه الخطوة الأمريكية ستؤثر على الاقتصاد الصيني؟ يعني بتقديري حتى لو يعني ولن تصل لل 500 مليار اللي بهدد فيها ترامب، لن تصل إلى هذا الحد بتقديري، لأنه سيتراجع كما يتراجع في موضوع الاتحاد الأوروبي مع الآن مع مع بعض دول أمريكا اللاتينية، تراجع عن 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 توسيع رقعة الحرب أو رقعة الجبهات. بعد مش عارفين شو ماذا سيحدث في مكسيك وكندا اللي هم شريكين مهمين جدا لأمريكا. هلأ الصين محصنة حالها إلى حد كبير، يضطرب الاقتصاد الصيني، يعني أكيد نمو الاقتصاد وصادراته والمعتمد على الصادرات سيتم يعني نوع من الزعزعة تقديري، لكن يعني يجب أن أولا لا نبالغ، يعني أن لا نرى الموقف الأمريكي والصيني أو خلينا نقول منافسة الصين لأمريكا من عدسة دولنا ومناطقنا. يعني أنا بتقديري 500 مليار مقارنة بحجم السوق المالي الأمريكي على سبيل المثال اللي انهار في 2008، ولذلك الآن بات النظام التجاري العالمي أقل أهمية، أو هو مستقر بس زعزعة الاستقرار به أقل تأثيرا على نمو البلدان من زعزعة البورصة أو الأسواق المالية. فبالتالي يعني في ثلاث أرقام بنظر إلها اليوم بتقديري رئيس ترامب. أول رقم النمو اللي وصل اليوم 4% للاقتصاد الأمريكي، طبعا هذا يعني بعد ما كان في انحسار اقتصادي لعدة سنوات ثم تحت إدارة أوباما بدي التعافي ووصل اليوم النمو إلى 4%. البطالة التي باتت أقل من 4% قريب 3%، وكما قال يعني هذا رقم قياسي، والتضخم اللي ما زال غير مرتفع. هذا ما يسمى بالوصفة السحرية للنجاح الانتخابي الأمريكي. طالما هو يستطيع أن يحافظ على هذا النوع من الأداء، أنا يعني بتصورش أنه يعني مستعد يضرب كتير علاقات سياسية عالمية إذا لا تؤثر ذلك باقتصاده. هلأ المشكلة مش من الحجم أو رقعة الميدان، ميدان المعركة التجارية، الأهم بتقديري هو في مدى قدرته على احتساب الخسارة الاقتصادية الداخلية اللي أشار إلها الدكتور. مهم في يعني في خسارة مباشرة لأول رزمة جمارك تم فرضها 34 مليار، تضرروا المزارعون. شو عمل؟ راح أعطاهم إعانة ب 12 مليار في هذاك الوقت لحظة. يعني هاي التكلفة اللي راح تتكبدها الخزينة الأمريكية مهمة، لكن تقديري أنه لن تصل إلى ذلك الحجم اللي قد يضر بحد ذاته الأداء الاقتصادي الأمريكي. ما قد يضر الأداء الاقتصادي الأمريكي هو الترابطية ما بين، ليس فقط الصين وأمريكا وأوروبا وكندا ومكسيك، كلها مرتبطة وغيرها من الدول مرتبطة بسلاسل قيمة وإنتاجية وتكنولوجية وتسويقية يعني عالمية. هلأ فبالتالي إذا أصر بقى على موقفه تجاه الصين، أنا بفتكر مش مجبور يصر، يعني هو تقريبا حقق المكسب السياسي تبعه كما فعل مع كوريا الشمالية وكما قد يفعل غدا مع إيران. حقق المكسب السياسي أنه هو عمل على أنه يجعل أمريكا عظيمة ثانيا. وقبل أسبوع كان في إحدى المدن اللي تم إعادة افتتاح مصنع صلب وحيوا وشكروا. يعني هو ينظر فقط هذا الشيء، وهو صحيح انه هو رجل عمل ويدير فعلا يعني البلد الحكومة الأمريكية، ويعني من يطيع ومن لا يطيع تفضل برا يعني حقيقه وبدون انذار مسبق. بس هذا سيكون له انعكاسات المستقبل. ما لازم ننسى انه ترامب كمان رجل اعمال فاشل، رجل اعمال فلس في كثير من مشاريعه، فبالتالي الخطوره تاتي بتقديري من يعني الغوغائيه، التهور، النرجسيه، كل هذه الصفات اللي بنعرفها صرنا عن هذا الرئيس. انا هذا اللي يعني اعتقد انه قد ياتي بنتائج غير متوقعه. طيب دكتور هشام، لماذا استثنى ترامب كل من الاتحاد الاوروبي والارجنتين والبرازيل واستراليا وكوريا الجنوبيه من الضرائب الجمركيه؟
لأنه بكل تأكيد لا يسعى لمزيد من المناوشات مع مختلف دول العالم، هو سعى أن يقصر حربه مع الصين على وجه التحديد، لكن أتصور أنه إن آجلا أو عاجلا سوف يدخل في حروب أخرى خارجية. لكن الحقيقة الأمر الملفت والحقيقة تعقيبي على ضيفك الكريم أنه ترامب حقق مكسب سياسي، أتصور أنه من جراء سياسته بالتأكيد، أتصور أنه لم يحقق مكسب سياسي بقدر ما هو حقق مكسب شعبوي. واقع الأمر دونالد ترامب يسعى لمزيد من كسب تأييد الشارع، لكن داخليا هو يدخل في تصادمات عنيفة مع مؤسسات القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هو لم يحقق مكاسب سياسية، لأنه تصور أنه دخوله في صراعات مع مؤسسات الدولة داخليا لا يعد من قبيل المكاسب السياسية. هو دائما يراهن على الشارع، يراهن على المواطن في الشارع، هو اللي سوف يعطي له صوته في مرحلة الانتخابات القادمة، إذا افترضنا أنه سوف يكمل فترته الرئاسية الأولى، وإذا لم تنقلب عليه مؤسسات صنع القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن مؤكد أنه دونالد ترامب في إجابة مباشرة لتساؤل حضرتك أنه لم يريد أن يوسع من دائرة صراعاته خارجيا، الحقيقة اللي أصبحت بالفعل بتزداد تكتلا في مواجهة الإدارة الأمريكية. ما يفعله دونالد ترامب حاليا يقدم على طبق من ذهب وليس فضة للإدارة الصينية أن تهيمن على أو أن تزداد أو تزيد من درجة قربها مع الاتحاد الأوروبي، وتصور أنه هو ده اللي هيكون أكثر ضررا وأذى على الاقتصاد الأمريكي، لكن لأنه على مدار عقود طويلة دائما كان الاقتصاد الأمريكي يلعب دور هام في سياسة الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي والاقتصادي، أتصور أنه هذا الدور يتجه لمزيد من الانحصار في الوقت الحالي، ومتصور أن يستمر هذا الانحصار خلال الفترة القادمة. وبالتالي ما يسعى دونالد ترامب في الوقت الحالي أنه يحيد بعض الدول من الدخول في إطار التكتل الخارجي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، أتصور أنه هذا في الأجل أيضا القصير، لكن أتصور أنه دائرة الخناق تتسع على إدارة ترامب، والحقيقة مسألة التلويح داخليا بملفات سواء كان تدخل الجانب الروسي في الانتخابات الأمريكية أو غيره، أتصور أن هذه الأمور يمكن أن تنفجر في أي لحظة، والحقيقة ده مؤكد أنه بينعكس بمزيد من الضغوط على إدارته، اللي هي بالفعل في هناك ضغوط داخل إدارته ذاتها، مش بس ضغوط من مؤسسات صنع القرار الأمريكي، لكن أيضا في ضغوط داخل البيت الأبيض، ضغوط من مستشاريه في بعض الاستقالات اللي بتحدث خلال الفترات الماضية، ومتوقع أن تكون أيضا مستمرة معنا خلال الفترة القادمة. وبالتالي أتصور أنه ما يفعله حاليا دونالد ترامب رهانه الأساسي والوحيد على الشارع الأمريكي، على المواطن الأمريكي، أتصور أنه ليس حرفة سياسية. دونالد ترامب بكل تأكيد ليس محترف سياسة، هو قد يكون نجح كرجل أعمال، لكن تاني نؤكد عليه أنه إدارة الشركات مختلفة كثيرا عن إدارة الدول. طيب أستاذ رجاء، يعني بالاستناد إلى ما تفضلت به وتفضل به الدكتور هشام، هل نستطيع القول أن أمريكا بهذه السياسة الاقتصادية أو بهذه الحرب التجارية إن صح التعبير حتما هي تسير نحو فقدان العلاقة أو فقدان حلفائها مثل كندا، مثل الاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك؟ قالت وزيرة الخارجية أفكر مادلين أولبرايت يوما ما في عهد يعني قمة العولمة وقمة قيادة أمريكا للنظام العالمي السياسي والاقتصادي في التسعينات، إنه أمريكا هي الدولة التي لا استغناء عنها، لا نستطيع، لا ليس لأحد يستطيع أن يستغني عن الولايات المتحدة. فبتقديري أنا هؤلاء الحلفاء بعد سنتين من يعني صارنا يعني يتلقون الضربات تلو الضربة، الإهانة وال يعني ما أثاره حول ميركل وحول مي، ويعني بدناش هلا نفوت بهذه التفاصيل، لكن فعلا يعني والمواقف طبعا السياسية والاقتصادية وغيرها، يعني لك ما بعد يعني ضربة
والدو الجميع بما فيهم الكنديين والمكسيك اللي راح يعملوا لهم جدار مثل الجدار اللي عندنا، يعني مجبورين يتعاملوا مع امريكا مهما فعلت امريكا، طالما امريكا قويه. وامريكا اليوم اقوى دوله اقتصادي استخباراتي عسكري سياسي ثقافي من خلال العولمه. فبالتالي الجميع يعني ليس فقط الشعب الفلسطيني مجبور، يعني لا يمكن بدوش، بس مجبور الجميع يتعامل مع امريكا. فهذا النوع من التفاؤل حول امكانيه، يعني امكانيه بلوره التحالف لمواجهه هذه السياسه الامريكيه. هي موجود التحالف، يعني مثلا ممكن الاتحاد الاوروبي يساند الصين في هاي يعني طبعا طبعا. وكما تفضل الدكتور الصفقات ماشيه، يعني الاستبدال هذا بهذا وهذا السوق بهذاك السوق. فانا بس بدي احذر ضد تفاؤل حول انه هذا قد يسبب ان هناك اضطراب داخل الإدارة الأمريكية. لم يعد هناك اضطراب، يعني كان لأول سنة، لكن هو ضب الموضوع. وفكرة الدولة العميقة اللي نحن جميعا يعني نؤمن فيه لحد ما في أمريكا، أنه لا يمكن يعني مستحيل يخلوه يعمل هيك أو هيك أو هيك. هاي الدولة العميقة شكلها موجودة بمحال، وهو اللي بدير البلد. وبالتالي مستشاري، يعني مين مستشاري الاقتصادي؟ واحد اسمه لاري كادلو جابه من برنامج مثل برنامج حضرتك، مع كل احترامي لك ولمدراء الاقتصادي وحتى مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، ويعني وهكذا دواليك. يعني فالأمس كان في مقال في نيويورك تايمز لثلاث اقتصاديين مش عارف قديش أهميتهم، بيقولوا انه يلا ترامب كمل، نزل كل التعرفة، اعمل يعني نقيض اللي عم تعمله، لانه انت مع التجارة الحرة، يعني حيلاقي له مخرج يعني اكيد. طيب دكتور هشام، عربيا هل سيتأثر الاقتصاد العربي برأيكم بهذه الحرب التجارية او سياسة عدم الاستقرار الامريكية في التعامل الاقتصادية؟ بالتأكيد محتاجين داخل الوطن العربي وعادة تقييم الامور بمرة اخرى على مستوى الدولة. لو هنتحدث سياسيا اللي هو بالتبعية ينعكس اقتصاديا، فلنتابع ما هو الدور الذي تقوم به حاليا الإدارة الأمريكية في مناطق الصراع أو في مناطق النزاع داخل المنطقة العربية. ما هو الدور الأمريكي حاليا في سوريا؟ هل الدور الأمريكي هو الأكثر تأثيرا أم الدور الروسي؟ الدور الأمريكي فيما يتعلق بالصراع فيما بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية، ما هو الدور الأمريكي في اليمن؟ ما هو الدور الأمريكي في ليبيا؟ الدور الأمريكي في العداء اللي هي كان هو الوحيد الفاعل داخل العراق على مدار أكثر من عقدين. أمريكا حتى في تأثيرها على إيران هي أخذت موقف، والباقي الدول أخذت موقف مغاير. وبالتالي أتصور أنه الدور السياسي داخل الدور السياسي الأمريكي داخل المنطقة العربية، بما فيه بالمناسبة دورها في حل القضية الفلسطينية، أصبح الحقيقة مش بس أنه هذا الدور ينخفض ويقل، لكن أيضا الشعوب في المنطقة العربية هي اللي أيضا أصبحت تبحث عن بدائل أكثر فعالية وأكثر تأثيرا وأكثر عدالة وأكثر مصداقية. وبالتبعية أيضا الدور الاقتصادي، انه اتصور انه الدور الاقتصادي امريكا اللي دوما كانت بتلعبه وتلوح به، سواء كان في اطار الشراكات الاقتصاديه او في اطار المنح والمعونات، اتصور انه هذا الدور ايضا اتصور انه اصبح ينخفض كثير. وبالتالي مهم جدا انه المنطقه العربيه تراجع مثل هذه الامور. اتصور انه في عدد من الدول العربيه اصبح يفطن لما يحدث على الخريطه الدولية، مسألة أن يتم مراعاة التوازن في القوى، مسألة أن يتم التنوع في العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة. مؤكد أن هذه العلاقات سوف تستمر، لكن يا حبذا لو كان هناك علاقات اقتصادية وأيضا سياسية مع روسيا مع الصين مع دول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي مسألة أنه أمريكا هي اللاعب الرئيسي والوحيد سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا، ده مؤكد كان في الماضي، قد يكون مستمر معنا حتى هذه اللحظة. لكن إذا كنا نستشرف المستقبل، مؤكد أنه الدور الأمريكي على مستوى العالمي مش بس اقتصاديا أو سياسيا، لكن كمان أتصور أنه عسكريا. قد نشاهد أو نتابع خلال سنوات معدودة أنه الولايات المتحدة الأمريكية ليست الدولة الأكثر تسليحا أو الأكثر كفاءة وقتال عسكري على الخريطة الدولية. بدأنا
نلاحظ انه عدد من الدول اللي دوما كانت بعيدة عن القوى العسكرية سواء كان الصين او اليابان بدأت هي الاخرى تجهز من قوامها وتعدادها كي تكون هناك قوة عسكرية تحمي البنيان الاقتصادي. وبالتالي الحقيقة اذا كانت اذا كنا او اذا كان البعض بينظر لأمريكا على انها ما زالت هي أمريكا التي كنا دوما نحلم بها، أتصور أنه هذا الأمر يتغير رويدا رويدا. طيب أستاذ رجاء تريد أن تعقب باختصار؟ باختصار رويدا رويدا صحيح فعلا. نعم. التغيير بطيء، لكن أنا يعني أوافق أنه قد نشهد مزيد من الانحسار الأمريكي بغض النظر احنا يمكن الجانب العسكري ما بنعرفش فيه، لكن انا بدي ألخص يعني عشان هؤلاء يعني من يتوقع حتى من رجال السياسة العرب والفلسطينيين بأن يعني تخبط ترامب الفظيع هذا في تصرفاته غير المتوقعة انه قد يأتي بنهايته بسنة 2020. اولا في الانتخابات التشريعية الأمريكية النصفية بعد 3 أشهر، فراح يبين مدى خسارته لقاعدته الانتخابية. لكن اهم نقطة نتذكر ما قاله او ما قيل في اثناء حملة انتخابية تاعت بيل كلينتون، انه من وهو المعروف انه ليس هناك حملة انتخابية تم خوضها على اساس السياسة الخارجية، الاساس هو الاقتصاد. يعني كان والمقولة حين ذاك كان هو الاقتصاد يا غبي، يعني افهموا انه هو الاقتصاد اللي بيقرر مصير الحملة الانتخابية الامريكية، فهذا ايضا لازم نراقبه. ثانيا يعني وهذا يعني من باب ربما الترف أو يعني ممكن فلسطين إذا بتحب تنضم للحلف اللي أنت سألتني عنه قبل، إنه إذا كان رح يكون تحالف مع الصين ضد أمريكا أوروبي كندي كذا، يعني بإمكان فلسطين أن ترفع التعرفة الجمركية على المستوردات من أمريكا لفرض عقوبات على أمريكا بحقها ضمن باريس، اتفاقية باريس. أنا مترفع بالجمارك، لكن ربما يكون ذلك بمثابة حركة رمزية سياسية وليس ذو أثر اقتصادي سواء ربما على المستهلك الفلسطيني، يعني لها أثر معنوي أيضا ربما. ولكن كانت المواقف الفلسطينية تجاه الانحياز الأمريكي لافتة وواضحة للقاسي والداني برفض هذه الهيمنة الأمريكية، وتمثل بموقف الرئيس أبو مازن الذي رفض استقبال يعني نائب الرئيس الأمريكي وقال لا على رؤوس الأشهاد لهذه الدولة التي تريد الانتقاص من حقوق شعبنا الفلسطيني. شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الأستاذ رجاء الخالدي، منسق البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ماس، ومن القاهرة الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة. شكرا جزيلا لكما على هذه المشاركة معنا في برنامج ملف اليوم، والشكر موصول إلى حضراتكم مشاهدين على حسن المتابعة. كان معي في التنسيق والمتابعة الزميل عبد قباجة، وفي الإخراج الزميل محمد اقتمات. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.